أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، ثم أما بعد، أرحب بطلابي الأعزاء وطالباتي الكريمات، أيما ترحيب، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتناول في هذه المحاضرة الحديث عن الوحي وصور الوحي التي جاء بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنتطرق إلى القرآن المكي والقرآن المدني وضوابط كل منهما وفوائد القرآن المكي والقرآن المدني، لنأتي سويا معا وسويا لنتعرف على مفردات كل مصطلح. أولا لنتكلم عن الوحي. لو أردنا أن نقرب الصورة إلى أذهانكم في قضية الوحي، لوجدنا أنه لو أردنا أن نضربها في عصر قديم، لوجدنا أن ضربها يمثل ضربا من الخيال، وأنها شيء من الخزعبلات. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يستطيع أن يتصور أن هناك وحي، أو لا يتصور طريقة الوحي أن يأتي من فوق سبع سماوات ثم يقذف معنى في قلب النبي، أو أن يتكلم الوحي بكلام ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يراه أصحاب النبي وهم جلوس معه. لكن لكي نستطيع أن نقرب الصورة مع زمن التكنولوجيا، ولكي نسخر أدوات التكنولوجيا لمعرفة كتاب ربنا ولمعرفة حقائق ديننا، نقول أن الجوال، وهو الجوال، من الممكن أن أتكلم معك فيه ساعات وأنا في بلد وأنت في بلد، والذي بجانبك لا يسمع صوتي، أليس كذلك؟ إذن أصبحت الصورة بالنسبة لنا تكاد تكون أنه من الممكن أن يكون، أو ما دام الله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، إذن أكيد وصدق لا ريب فيه. لكن نحن نتكلم عن تصور عقلي. إذن التصور العقلي في ظل وجود الجوال، نقول أن أصبح تصور الوحي كتصور ممكن ومقبول. أيضا في عملية التنويم المغناطيسي، قد يكون هناك الرجل ضخم شديد قوي، ويستطيع دكتور في التنويم المغناطيسي أن يسلب إرادة هذا الإنسان ويقوم بتنويمه مغناطيسيا، ويقول له ما يريد ويأخذ منه ما يريد. هذا الكلام لا يمكن أن يكون منذ زمن، ولا يمكن أن يتصور كيف لرجل بسيط أن يسرع رجلا عظيما قويا يأخذ منه ما يريد من البيان ومن المعلومات ومن كذا. لكن سبحان الله، مع وجود كما قلنا التكنولوجيا والعلم الحديث، أصبحت هذه المفاهيم بالنسبة لعقولنا قريبة جدا ونستطيع أن نتصورها. لكن كحقائق دينية نحن نؤمن بها إيمانا يقينيا لا شك فيه. لنأتي لنتعرف على تعريف الوحي في اللغة. الوحي هو الإعلام الخفي والسريع، إعلام خفي لا أحد يراه، وأيضا سريع لا يأخذ وقت. والوحي هو إشارة سريعة، قد تكون بالكلام على سبيل الرمز وعلى سبيل التعريض، وقد يكون بصوت مجرد أو بإشارة بعض الجوارح. باختصار، معنى الوحي لغة هو إعلام خفي وسريع. الوحي في الاصطلاح هو إعلام الله سبحانه وتعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية وسريعة. إذن الوحي هو عبارة عن إعلام من الله سبحانه وتعالى لمن يصطفيه من عباده ما أراد الله أن يوحي به إليه بطريقة خفيفة وخفية وسريعة. كيف أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسله؟ ما هي الصور التي أوحى الله بها لرسله؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآن هذه الآية تضمنت بعض صور الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لكي نتطرق على صور الوحي
وكيف يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه أو إلى رسله، سنقول أنه قد يكون الوحي بواسطة أو قد يكون بغير واسطة. تمام؟ الوحي الذي الوحي ما ينزل على الأنبياء بواسطة الوحي، بواسطة الوحي كوحي، قد يأتي على شكلين. الشكل الأول صلصلة جرس، وهو أشد ما كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يأتي الوحي متمثلا على صورة بشر، وقال العلماء أنه كان يأتي على صورة رجل يشبه أحدا من الصحابة، وهو دحية الكلبي أو يحيى الكلبي، إذا كان يتمثل في صورة رجل، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عليه وأرضاه عندما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم سألوا عن الإيمان ثم سألوا عن الإحسان. المهم في نهاية الحديث سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الذين كانوا يجلسون معه، قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن مجيء جبريل كان هنا على هيئة رجل، لكنه جبريل، وأيضا كان يأتي بغير واسطة كالرؤى الصالحة. وطبعا هذه الأشياء من المبشرات التي كان الله سبحانه وتعالى، حتى النبي قبل دعوته كان ما يرى شيئا إلا ويتحقق معه كفلق الصبح. طبعا وما ترك الله بعد النبوة لشيء من المؤمنين كالرؤية الصالحة. وأيضا أن يأتي الوحي من وراء حجاب كما ورد في الآية. نأتي الآن لموضوع مهم جدا، وهو موضوع القرآن المكي والقرآن المدني. الآن حتى نستطيع أن نميز إذا كان هذا القرآن مكيا أو مدنيا، وضع العلماء عدة اعتبارات أو تقسيمات أو ضوابط لكي نقول أن هذه الصورة مكية أو هذه الصورة مدنية. من العلماء من قسم السور بناء على زمن النزول، فقالوا: ما نزل قبل الهجرة فهو مكيا وإن نزل في المدينة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدنيا حتى لو نزل فيه في جوف الكعبة. هذا الاعتبار الأول. وقال بعض العلماء: الاعتبار يكون حسب مكان النزول، فما كان في مكة فهو مكيا، وما كان في المدينة فهو مدنيا بغض النظر عن الزمن، يعني بغض النظر عن اعتبار الهجرة. يعني لو نزل في مكة قبل الهجرة ولا بعد الهجرة هو مكي، لو نزل بعد الهجرة، لو نزل في المدينة قبل الهجرة بعد الهجرة هو مدني. إذن قسموا المكي والمدني باعتبار مكان النزول. ومن العلماء من رأى تقسيمة أخرى وقال أن المكي والمدني يمكن تقسيمه باعتبار المخاطب في الآيات، فإن قال في الآيات: يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب للمؤمنين. بما أنه خطابا للمؤمنين إذن هو خطاب مدني وليس مكي. لماذا؟ لأن الخطاب المكي كان هناك عدد كبير من الناس لم يدخلوا الإسلام بعد، فكان يخاطبهم بيا أيها الناس، يا أيها الناس. إذا قال يا أيها الناس يعتبر، أو إذا جاء في الآية قوله يا أيها الناس، إذا يحكم على الآية أو على السورة بأنها سورة مكية. وإذا جاء في الآيات يا أيها الذين آمنوا يحكم على السورة بأنها مدنية. طبعا بخلاف سورة في أواخر سورة الحج في آية يا أيها الذين آمنوا، بعض العلماء اعتبرها مكية، وإن كان البعض يعتبرها على أنها مدنية. نأتي الآن بالإضافة لهذه التقسيمات الثلاثة التي وضعها العلماء، كيف نعرف ما هو الضابط الذي نستطيع من خلاله أن نميز بين القرآن المكي والقرآن المدني. ضابط القرآن المكي: كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها كلا ولم ترد إلا في النصف الثاني أو الأخير من القرآن الكريم طبعا يعتبر مكيا، وذكر
33 مرة في 15 سورة، أو في 15 سورة. كل سورة فيها يا أيها الناس، وقلناها، إلا الآية في أواخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يقال أنها مكية. كل سورة اشتملت على قصص الأمم الغابرة، الأنبياء، قصص الأنبياء أو الأمم الغابرة، تعتبر سورة مكية ما عدا سورة البقرة. سورة البقرة ذكرت قصة موسى وذكرت قصة ابني آدم، لكنها تعتبر مدنية وليست مكية كحالة استثنائية. الطابع العام والمميز للآيات، شكل الآيات في السور المكية، آياتها قصيرة. لماذا آياتها قصيرة؟ لأنها تقرع قلوب الكفار، ولأنها تعالج فساد العقيدة، تعالج فساد العقيدة وتقرع قلوب الكافرين. كل سورة بدأت بحروف مقطعة تعتبر سورة مكية ما عدا البقرة وآل عمران، ألف لام ميم ألف لام ميم، ولكنها بالرغم من ذلك سور مدنية وليست مكية. بما أننا تعرفنا على ضوابط السور أو القرآن المكي، من حق السور المدنية أن نتعرف أيضا على ضوابطها، وبالمناسبة سنكون قد أشرنا إلى الكثير منها من خلال النظر إلى النقيض في السور المكية، فعلى نقيضها سيكون هناك بعض الضوابط الموجودة تلقائيا في القرآن المدني. أولا، المواضيع التي تناولتها السور المكية قبل قليل قلنا أنها تناولت العقيدة بشكل أساسي. طب لماذا؟ لماذا تناولت العقيدة؟ لأن العقيدة لم تكن قد استقرت في قلوب المؤمنين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس لم يوحدوا الله بعد، جاءت لأناس يعبدون الأوثان، فهو بحاجة إلى أن يرسي مبادئ العقيدة في قلوبهم ويرسخها، ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في قلوبهم نأتي لنتحدث عن الأحكام والشرائع وما إلى ذلك. ولذلك المواضيع الذي تناولها القرآن المكي خاص بالعقيدة وأصول الدين والتوحيد، أما القرآن الذي أو القرآن المدني تناول الفرائض، العقائد، الأحكام، الحدود. لا يمكن أن يأتي الإسلام من أول ما نزل محمد أو من أول ما نزل القرآن أن يأتي للناس بحد شارب الخمر، وإلا لم يدخل أحدا الإسلام. ولذلك هو أرسى في نفوسهم مبادئ العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك في 13 في مكة و10 في المدينة، ثم بعد ذلك بدأ يعني يرسي مبادئ الشريعة. السور التي تتناول سور المنافقين سور مدنية وليست مكية. لماذا؟ لأنه في العهد المكي لم تكن هناك ظاهرة النفاق. لماذا؟ لأن في العهد المكي من أراد أن يدخل الإسلام كان عليه لزاما أن يدفع ضريبة الإيمان من روحه ومن أولاده ومن أمواله، لأنه دخل الإسلام بملء إرادته ومجاهرا ومجاهدا ضد دعوة الكافرين وضد عقيدة الكافرين، فهو لا يحتاج إلى نفاق ما دام أنا أكافح وأجاهد من أجل أن أعلي كلمة الله. لماذا يكون هناك نفاق؟ لكن عندما أعز الله الإسلام وقويت شوكة المسلمين، كان للأسف الشديد هناك بعض المنتفعين وبعض المرتزقين وبعض الناس الذين أرادوا خافوا في من الناس خافوا من منعة الإسلام، فدخلوا في الدعوة الإسلامية على أنهم مسلمين، ولذلك ظهرت قضية النفاق. ما عدا في سورة العنكبوت تناولت النفاق ولكنها سورة مكية. أيضا كل سورة تشتمل على مجادلة لأهل الكتاب تعتبر سورة مدنية. كما قلنا، المواضيع التي تتناول العبادات والمعاملات والجهاد ونظام الأسرة والحدود والمواريث، الشريعة بشكل عام مش العقيدة، الشريعة، هي تعتبر قرآن مدني. آياتها تختلف عن آيات القرآن المكي، ولأنها تتكلم في شريعة في تفاصيل ديننا الحنيف، إذن لابد أن تتسم آياتها بالطول، فآياتها طويلة لأنها تقرر الشريعة وترسي مبادئها على خلاف القرآن المكي. طبعا بما أن القرآن الكريم في مكة كان يخاطب الناس كافة، لأن الناس لم يكونوا جميعا مؤمنين، لكن عندما استقر الإيمان في قلوبهم وأصبح هناك
فئة المؤمنين وفئة الكافرين، أصبح الخطاب في القرآن المدني خاصا في بعض الآيات للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. هل هناك من فائدة لمعرفة العلم المكي والعلم المدني؟ لماذا أعرف إذا كانت نزلت في مكة ولا المدينة قبل الهجرة بعد الهجرة؟ يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، ما الفائدة من معرفة هذا العلم؟ هل هذا فعليا يعطيني علما أستنفع منه وأبني عليه علما آخر؟ سنقول هناك فوائد رائعة للعلم بالمكي والمدني. أول هذه الفوائد الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم. عندما نعرف أن هذا القرآن نزل قبل الهجرة أو نزل في مكة أو نزل في أو خاطب فيه الناس أو خاطب فيه المؤمنين، لا بد أن يعطيني علما بتفسير القرآن الكريم ويعطيني علما بتفسير مرام القرآن الكريم إذا وجد في مكة إذا وجد في المدينة وما إلى ذلك. أيضا تذوق أساليب القرآن الكريم لنعلم طلابي الأعزاء طالباتي الحبيبات أن طريقة الدعوة حتى في مكة مختلفة عن المدينة نظرا لاختلاف طبائع الناس واختلاف عادات الناس واختلاف نفسيات الناس. وإن كان من فائدة هنا فهي فائدة لكل داع إلى الله أن يغير في أسلوبه وأن يتحبب إلى الناس بما يفهمون وبما يعقلون. ولذلك عندما جاء العربي وتبول في المسجد ودعا عليه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. أين المشكلة كانت هنا؟ المشكلة في عدم استطاعة الصحابة فهم طبيعة هذا الإنسان الذي عاش عمرا في البادية. هذا الإنسان كان يعني بطبيعته يعيش في البادية، بما أنه يعيش في البادية فهو يعني يستطيع أن يتبول في أي مكان، فظن جهلا أنه يستطيع أن يفعلها في أي مكان. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعقله وتفهمه لطبيعة هذا الرجل ومنشأ هذا الرجل والبيئة التي عاش فيها الرجل، قال دعوه ولا تزلموه، يعني يكمل. قال فعندما رأى هذا الرجل رحمة النبي ولطف النبي وتفهم النبي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم منهم أحدا أبدا. أقصد أن أقول أن أساليب القرآن متناسبة ومتناغمة مع كل فترة نزل فيها القرآن الكريم ومع كل ناس يخاطبهم القرآن الكريم. فخطاب مثلا أهل الكتاب مختلف عن خطاب الكفار، مختلف عن خطاب المشركين. الخطاب في بداية الإسلام مختلف عن الخطاب في أواخر عهد الإسلام في تلك الحقبة. ولذلك طبعا لا بد أن نعرف، والله إذا كان في أول 10 سنوات نزل، إذا هو نزل في مكة، إذا نزل في السنة 20 من الهجرة، إذا هو نزل في المدينة، إذا يستطيع أن يعطيني أفقا لطريقة الدعوة إلى الله وأسلوب المتبع في الدعوة إلى الله وكيفية الوصول إلى الناس سبحان الله بما يتناسب مع طبائعهم. أيضا من فوائد العلم المكي والمدني الوقوف على السيرة من خلال الآيات، وهذا أمر مفهوم ومعروف أن السيرة التي إحنا قلنا أن هناك بعض القصص في القرآن الكريم جاءت لتذكر بعض الأحداث التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو وقفنا على هذه السيرة المباركة العطرة سنعرف تلقائيا، والله جاءت غزوة بدر سأعرف إن كانت في مكة ولا في المدينة، أو إذا أنا عرفت أنه هو هذا القرآن مكي ولا مدني بمجرد ما أشوف القصة أو الحدث سأعرف إن كان قبل الهجرة أو كان بعد الهجرة. بهذا القدر أستطيع أن أتوقف، على أمل أن ألتقي بكم وأنتم بخير وعلى خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.